عودت جريدة 17 من تشرين الناطقة باسم الحراك اللبناني وتطلعاته، عودت الصدور بعد توقف قصري تسبب به حجز مصرف فرنسا بنك اللبناني للتبرعات التي كانت تحول للمطبوعة. الصحيفة طلبت من المتطوعين القيام بتوزيع عددها الخامس على الطرقات بصفة عفوية، شاركت فيه شخصيات فنية وثقافية. طلعنا أول عدد بوقتها ما كنا متوقعين إنه حتاخد هالقد صدى وإنه العالم حتتبناها كعن جد هي تكون الجريدة الفعلية للثورة اللي بتحكي باسم الثورة. فلهلأ صرنا منزلين 5 أعداد وإن شاء الله الباقي على الطريق. نحن تقريبا بس خلصنا العدد الرابع من الجريدة كنا عم نحضر للعدد الخامس، وكان التبرعات يلي معنا بالكاش خلصوا، وبقي في التبرعات يلي عملناها كراود فاندينج وصلوا على حسابنا بفرنسا بنك. بعد ما جربنا كذا محاولة مع فرنسا بنك انه احنا ناخد المصاري اللي هن الشعب تبرعوا فيهم للجريدة، وبعد ما رفضوا كذا مرة انجبرنا انه نوقف اصدار الجريدة. بس بعد فترة الحجر في هيك عدة اشخاص تبرعوا لنا بمصاري لحتى نكفي. بس هيك لرمزية الموضوع قررنا انه نحن العدد الخامس نوزعه من قدام عدة فروع لفرنسا بنك من شمال لجنوب لبنان. من بين الاشخاص يلي تواصلوا معنا هو الفنانة حنان حاج علي، وقالت لنا انه هي حابة توزع معنا وقادرة تكون على فرع الحمراء، الفرع الرئيسي تبع فرنسا بنك. غضب له اول ما له تاني، بين 20 و20 في بنوك هفيانة، بين 20 و20 في قلوب مليانة، بين 20 و20 في ناس جوعانة. فكرة بحد ذاتها فيها نوع من الرومانسية يلي الثورة بحاجة لها، ويلي الشعب يعني مفتقده بهالفترة يلي كنا عم نمرق فيها. سواء كان من الشيء اللي عملته حنان حاج علي وقت وزعت جريدة 17 تشرين قدام فرنسا بنك، والرديات اللي كانت عم بتقولها، وكيف عم تتطلع بعيون الواحد هي وعم تعطيه الجريدة وعم بتقله إذا بس تخلص منها ما تكب بعطيها لحدا تاني. كل هول يعني الإحساس مع الآخر وإنه نحن نعطي بالإيد ونتطلع ببعض، هيدي كنا عم نفقدها. فحبينا إنه نحن الجريدة تكون عن جد هي مطبوعة، العالم بتمسكها، وفي عالم عم تبعت لنا صور عم ببروزوها على الحيطان، عم يحتفظوا فيها، عم يبعتوها للمغتربين يلي برا. هذا الشيء الحسي يلي نحن عن جد بحاجة لقلوه لنضلنا مذكرين انه نحن متمسكين بجذورنا وانه نحن عن جد موجودين على الارض. الثورة منا بس افتراضية، الثورة هي على الارض. وتبقى معنا من بيروت نايلة الحارس، وهي محررة أخبار ومسؤولة التوزيع في جريدة 17 من تشرين. أهلا وسهلا بك نايلة معنا. يعني بداية، هل فهمتم لماذا حجز مصرف فرنسا بنك على الحساب الخاص بصحيفة 17 تشرين؟ هل قدم مبرر قانوني، وهل تعتقدون أن هناك جهة معينة تريد التضييق عليكم؟ فعلياً اللي صار مع جريدة 17-20 هو عم بيصير مع كل الشعب اللبناني. المصارف عم تعمل إجراءات غير قانونية، إجراءات تعسفية، عم بتسكر بعض الحسابات وتتصرف على هواها، وعم تجبر الناس أنه تواجه هيدي الغوغائية الصراحة بالتصرف، أنه واحد بيعيش كل حياته وعم بيصمد مصاري بالأخير بسبب يمكن قرارات وسياسات مالية خاطئة على مدى سنين، بيوصل الواحد بحس حاله انه هو ما بقى قادر ياخد كل شيء يشتغل عليه بحياته. فنفس الشيء صار مع الجريدة، ويمكن ما انه شيء مستهدف الجريدة، ويمكن يكون كمان مستهدفة. يعني ما في صورة واضحة بهذا الإطار. نعم، وهذا الوضع ربما يطبق على نطاق واسع اليوم كما تقولين. طيب، فريق المطبوعة طلب بشكل يعني عفوي وتلقائي من المتطوعين القيام بتوزيع العدد الخامس من صحيفة 17 تشرين، وكانت لافتة مشاركة الفنانة حنان الحاج علي وفنانات أخريات أيضا. يعني إلى أي مدى ذلك أعطى زخما لهذه الصحيفة؟ وأيضا هل تعولون على دعم شخصيات ثقافية وفنية مرموقة في لبنان لكم؟
هو لصراحة هاي مش أول مرة بيكون في شخصيات فنية متواجدة على الأرض، سواء كان لدعم الجريدة ولا لدعم الثورة بشكل عام. فكرة أنه يمكن اللي عملته حنان حاج علي كان جد حقيقي كتير، وكانت عم تقول هول الرديات من قلبها، بشكل أنه الفيديو صار شوي فايرل، كل العالم حست مع هذا الشيء اللي صار. بس هاي مش أول مرة بشارك شخصيات فنية، واللي كتير حلو أنه نحن تواصلنا مع المجموعات اللي عادةً تتواجد على الأرض، ولقينا إقبال شديد على التوزيع من شمال لبنان وجنوبه، وتواصلت معنا الفنانة حنان حاج علي وقالت لنا إنه أنا حابة أوزع معكم. ما كنا صراحة عارفين هي شو محضرة، وتفاجأت يعني وقت كانت واقفة حدا وسمعت عم تقول الردية لأول مرة، حسيت إنه في شيء كتير حلو عم بصير. طيب، 17 تشرين بدأت بشكل عفوي وتلقائي، ولكن البعض بدأ يقيم هذه التجربة ويقول إنها في طريقها إلى النضوج. هل هدفكم الاحتراف؟ ومن هم هؤلاء الشباب العاملون في هذه الصحيفة؟ يعني وما من أين يستمدون القوة رغم كل هذه الصعاب التي يواجهونها؟ بالبداية بدي أقول إنه هذه الجريدة بلشت من الأرض، بلشت من الشعب اللبناني يلي عن جد بده تغيير، وما بده حدا يحكي باسمه من ولا منصة إعلامية بتدعي إنه هي بتحكي باسم الشعب اللبناني الحقيقي يلي بده تغيير. وهيدي الجريدة ممولة من الشعب، بيكتب فيها الشعب، تحكم بمصير الشعب، وطبعا يعني بتنضج مع نضوج الشعب ومع تجربة الثورة يلي هي مع الوقت عم تنضج ويتغير شكلها ويتغير كيف هي عم بتواجه السلطة. فطبعا أكيد هي بطريقة للنضوج. أشكرك جزيل الشكر نايلة الحارس، محررة أخبار ومسؤولة التوزيع في جريدة 17 تشرين، شكرا جزيلا لك.